ما كان ضروري نفوت بثلاث سنين من السقوط الحر ونعيش كل هيدي الخسائر اللي طالت كل المودعين بالقطاع المصرفي رغم الانهيار ورغم الخسائر الكبيره بالقطاع. بارقام 2020 كان ممكن تنضمن 98% من الحسابات المصرفيه وتنضمن كل وديعه لحد 500,000 دولار، ومساله باقي الحسابات كان ممكن تتعالج بعد تحميل اول شريحه من الخسائر للرسامين المصرفيه وتحميل باقي الخسائر للفئات اللي استفادت من المرحله السابقه. بس هالمعالجه ما كانت تتناسب مع مصالح النازين بالقطاع المصرفي لانها كانت تتطلب شغلتين: شطب الرسامين والتدقيق بالممارسات السابقه. البديل كان تحميل الخسائر لكل المودعين بالقطاع المصرفي بدون استثناء من خلال الهيركات اللي عم يتطبق على السحوبات من المصارف. وبعد 3 سنين انخفضت قيمه الوديعه اللي ممكن تنضمن بكل حساب لحد 100,000 دولار امريكي، ومع كل تاخير بمعالجه هالخسائر واعاده الهيكله هالخساره عم تكبر. هالنوع من الاجراءات عم بيزيد الفوارق الاجتماعيه بين الناس اللي فوق والناس اللي تحت بحجه انه الانهيار عم بيطال الكل.